On a dit la pilette, la chemise de la pilette, qui a juste les compartiments. Le premier compartiment, c'est une plaque l'argent Hg, prolongé par la solution des ions Hg plus R3 moins, et est relié par un pont salin, quand on a mis l'ion, avec un deuxième compartiment, l'IFIS R3 plus 3 et R3 moins. Il y a plaques Hg, il y a la plaque de l'Hg, هذه لا بلاك تاع ماده تاع الكروم. السؤال الاولاني الى قريت التمرين قال لك اعطيني لا بولاريتي دو لابيل. لا بولاريتي دو لابيل سيتادير فينا هو لو بول بوزيتيف فينا هو لو بول نيجاتيف. غادي تشوفوا الفيديو في صيفط ليكم ديال الكور وجوج ديال التمارين راه فيهم مجموعه ديال المعلومات مهمه باش ليكيل تخدموهم مزيان. ولكن هذا الشيء اللي كاين في التمرين طريقه باش غادي نجبدوا نقص بالموجب و لو بول نيجاتيف في الغيكولو الطريقه ما صيفطاش الفيديوهات هنا كاينه هنا طريقه جديده. يلا شكون ياخذ الكلمه يتفضل يشرح لنا الله يرضيكم كيفاش غادي نجبد القطب الموجب والقطب السالب حاله تفضل يا حاله الزايد. استاذ كتسمعني ياك؟ تنسمع مزيان دابا وي. استاذ كتمشي تشوف دابا هو في التمرين قالوا لك ديك لا كونتيتي ديال داك الكروم كتديمينويا واخا خصني نكتبها فكنكتبها قالوا لي في التمرين ديالنا سير 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 قالوا لي بان لا ماس ديال لا بلاك ديال الكروم لا بلاك ديال الكروم هي هاد لا بلاك ديال الكروم قالوا لي تديمينيا يعني صادمين كملي حالا بويسك انها كديمينوي يعني الكومبورتمون كاثوديك هو اللي كي بحال بحال كتمشي من الكومبورتمون كاثوديك كتمشي للاخر يعني هي اللي كتصرف لينا في داك الفونكسيونمون. دابا شوف عرفتي لان عرفتي سمعوك الناس دابا بالنسبه لك انت دابا الكروم واش لو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ البول بوزيتيف. البول بوزيتيف غتقولي لي الله يرضي عليك دابا حلف الامتحان حلف نقولوا لهم سي تري بيان برافو شتيني نقولوا ليه بالله نقولوا ليه او كور دو فونكسيونمون ديك لا كونتيتي ديال سي مكتبه او كور دو فونكسيونمون دو لا بيل يعني خلال اشتغال العمود و كور لا فونكسيون دو فونكسيونمون دو لا بيل زيد مالا لا كونتيتي ديال الكروم فا ديمينوي زيد دون لو كومبورتمون كاثوديك باش تاسوري لينا لا نوتراليتي. هو حالا راه دابا واحد القضيه مهمه بزاف شي مرات تنكونوا حنا فاهمين مزيان ولكن ما تنعطيوش التعليل كله واضح بزاف. ودرا تعليل استاذ دابا بحال نكمل مازال ما كملتش مازال ما كملتش باش تاسوري لينا لا نوتراليتي كاثوديك هذوك لي زيون ديال الكروم غيت ايميغراو لينا لو كومبورتمون كاثوديك صافي كملتي وداكشي كامل نقولوا للطرف الاخر نقولوا بان الطرف الاخر اللي فيه اجي كلام اللي داخلين معانا صافي شكرا كلام اللي داخلين في اللايف دابا اللي فهم الشيء اللي قالت البنيه يكتب انا يلا اللي فهم مزيان يلا اللي فهم يكتب مو يلا اللي فهم هادشي تا واحد كاينه اميمه افيه زيد واحد جوج لا واحد اللي فهم حاليا قلت لك واش فهمتو دابا لحد الان واحد فهم جوج قالوا لي لا الى كلشي فهم معنا الميساج وصل الاخرين ما كاينينش معانا ما كاين لا فهمت لا ما فهمتش لا زيد لا زيد نو شتي حالا شوف لي كومونتير شوف لي كومونتير ما فهموكش يعني حالا خذي الميكرو خذي الميكرو نعم استاذ هو بنتي انا راه فهمتك ولكن لكن ما عرفتش نوصل ماشي ما عرفتيش انت تعرفي غير ما وصلتيش كاين فرق بين ما وصلتش وما عرفتش انت تعرفي مزيان ولكن ما كتبتيش اللي خصو يتكتب راه لا ماس ما فهماتكش اللي خصو يتقال وسمحي لي بقي معايا في الخط بقي في الخط واخا إذا كانت لاماس ديال لو كروم ديميني
واش كاينه اون اوكسيداسيون؟ واش هذه سميتها اوكسيداسيون؟ لا ريدكسيون، ريدكسيون، ريدكسيون. سميتها ريدكسيون. اه باش عرفتيها؟ لحقاش بحال كيتغيدوي لينا داك داك لي زيون، فهمتي؟ بحال ملي كينقصوا راه كاين. غادي غادي نقول لك واحد الحاجه، ممكن تكتب لي ليكواسيون دو رياكسيون، قوليها لي ليكواسيون دو رياكسيون هي ديال قولي لي سير ديال سي ار 3 بلس زيد سي ار 3 بلس 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 اج لا 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 ماشي ليكواسيون جلوبال دوني ايكواسيون غير دوني ايكواسيون وخصني لو كوبل شحال من الكترون راه عندك الورقه ديال التمرين يكون ثلاثه 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 في الكترون زيد تعطينا السي ار تعطينا هذه اوكسيداسيون ولا ريدكسيون هذيك ريدكسيون لا ريدكسيون تتكون في لانو تتكون في لانو ولا في الكاثود الريدكسيون كتكون في الكاثود اه الريدكسيون كتكون في الكاثود والله كاثود لا كاثود بلس ولا موا بلس او او اذا على بلس ياك شكرا قطعي الميكرو بنيتي دراري شكون اللي اتفق مع الشيء اللي تكتب اكتب لي انا شوفوا راه الخدمه باش تستافدوا خصكم تشاركوا شوف اللي اتفق يكتب شوف كتبوا اما وي ولا لا اللي بان ليه هذا الشيء لوجيك يكتب وي اللي بان ليه ماشي لوجيك يكتب نو واللي ما فهمش يكتب سيدي ما فهمش مع الاحرار اكتبوا شوف اما كتبوا وي ولا كتب لي النوم ولا كتب ما فهمش عاد يشرق طلباوي وي نبيلة وي رانيا الراسفي وي محمود اتبيل وي واحد قال لك ما فهمش لا براوا جاي تبعو قال له ما فهمش الاخرين فين كنا ناسين شتو اسئله كي دايرين وما تتلاقيتو معاهم في هاد الليله نو حفصه نو مزيان الاخرين فيكم اصاحبي واخا سينو غتفهمو مزيان اش 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 حيد اش إلا قلنا بأن لا ماس دو كروم دينيمي لا ماس دو كروم دينيمي راه كاينة في التمرين واش هذا تيعني أن لو كروم سي تان رياكتيف ولا سي تان برودوي يلاه كتبوا ليا في الشات فسر لي اخويا فسر لي اشنو هي لاماس دو كروم دينين واش هذا تيعني ان لو كروم سي تان رياكتيف ولا برودوي معنى واش متفاعل ولا ناتج كتبوا لي البني رياكتيف رياكتيف زيد مريم رياكتيف اخرين رياكتيف 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 ترابلا اوقفوا على سلامتكم بما ان لو كروم دينيني دابا اشنو دينيني تينقص اشنو تينقص تيتفاعل دونك هذا تيعني ان لو كروم راه متفاعل سي تادير سي تان رياكتيف هذا راه امتحان وطني هذا في تحريات غادي نكتبوا ليكواسيون دو لا رياكسيون ولكن غادي نكتب ليكواسيون دو لا رياكسيون اللي غتكون هنا شكون هاد ليكواسيون دو لا رياكسيون اللي غادي عليكم ليكواسيون دو لا رياكسيون اش يكون فيها تديروا دو فلاش شكون اللي غيكون في ليسا كتبوا لي اش غيكون في ليسا يلا كتبوا لي كتبوا لي الله يخليكم اش غيكون هنا واش سي ام ولا سي ام 3 بلس شكون اللي غيكون في ليسا فلان تنتكلم على اليسر هنا 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 سي ار 3 بلس حنان اخرين سي ار حبشي امينة سي ار يوسف سي ار مديري سي ار سي ار 3 بلس البناي مزيان وقفوا راه قلت لكم اللايف لو شارلت اللايف شارك امينة كنت غنخطب عليك
ما كاينش تجيو كاع نمشي نلقى نضرب وحدي بحال مسطي ونصيفط لكم تسمعوا لي. شكون اللي تنكتب ملي تنكتبوا دوني رياكسيون؟ شكون اللي تنديروا في لاكوش؟ تنديروا دائما المتفائلات، هذه قاعده معروفه. شكون اللي تيكون في الليل في الليل في الليل عفوا النواتج؟ شكون اللي ما يعرفش هذا الشيء؟ خويا قلت لي بان السعر متفائل، المتفائله تيكونوا في الليل بحال السعر. الزاهدي ممكن تاخذ الميكروفون ولا شوف اللي كتبوا لي على السعر 3 بلس ياخذ الميكروفون يدافع على الراي ديالو. تفضل انا عندي ايمان وحالا وما داروا السعر 3 بلس. إذا باقي انت تقولوا السعر 3 بلس واقتنعتوا خذوا خويا الميكروفون دافع على الراي ديالك سير يلا باش نسربوا شويه. شوف التمرير والله تنجبد نقول لكم شتي الفيديوهات اللي صيفطت لكم راه ما فيش هاد اللعبه هادي لان ما يمكنش نصيفط لك ونعاود لك داك الشيء اللي صيفط ما يمكنش خصني نعطيك الجديد تيبان لي حتى واحد ما هضر صافي دير صيفط عرفتي هذا الخطا هذا والله العظيم اذا تجيب صيفط عرفتي صيفط شنو هو الشمر بحال بحال تضرب بحال بحال ها واخا اجي معاك غادي نديرو بحال بحال بنتي ما كاين حتى مشكل يلا سمعيني مزيان ولا انا راه عارفه رياكتيف ملي غندير لي كواسون جلوبال راه غنعرف شنو نجمع مع بعضياتي لا اختي لا اسمح لي نقول لك واحد القضيه دابا تفهم في لي كواسيون جلوبال قبل ما توصلي ليها خصك تكتبي هادو مزيان في الالف فهمت كيف غادي دير ما غادي يحسبوا لك خطا والله يا بنيتي تحسبوا لك خطا راني فهمت كيف غادي دير حنان راني فهمت كيف بغيتي دير راه في الفرد وفي الوطني وما تقدر بالله صافي غتفاهمك المتفاعلات شوف تتلاقاو اليوم نهضرو المتفاعلات في ليمن بيصر نواتيش في ليمن شكون هو النتيج ديال السعر قراو التمرين فينا سير شوف التمرين شكون اخويا النتيج ديال السعر يلا قولوا لي شكون هو النتيج ديال فينا واحد قال لي ما كاينش الكوب قلت لي اللي ما كاينش واش شفتوا على حيت بلوس بعدا تنضرب فاهم دابا هذا هو السعر هاد لابلاك ديال السعر اللي كاينه فين داخله داخله في هاد لاسوليسيون وهاد لاسوليسيون اش فيها ما شفتوش هذا يعني هذا هو المرافق ديال هذا اذا غادي يعطينا ماذا السعر برو بلوس زيد بور ايكيليبري بلوس 3 زيليكتون عرفت فهموا هذا تسنى فيك تقبلو استاذ واحد الدري تيتسنى فيك تقبلو حسام بالعيابه دخل شكرا واش فهمتو اش ندير كتبوا لي واش فهمتو لي ولا اه هكاك ردوا البال راه قضيه هنا حامضه راه ماشي بحال داكشي اللي ولفتي راه انت ولفتي مون بيرميت الماربيت كوم صافي ساهله وحيد يلا الله يرضى عليكم دابا هاد المعادله كتبتيها دابا كتبناها هادي سمحوا لي واش هادي اوكسيداسيون ولا ريدكسيون جاوبوا جاوبوني عافاكم اوكسيداسيون مريم واحد اللي كتب C'est une oxydation. Il y a un chrome qui a des électrons. Il y a maintenant CA3+. C'est une cool oxydation. Ou est-ce la route ou la carotte? C'est bon. La route ou la carotte? La route. C'est ce qu'on a. تنقولوا لوكسيداسيون انوديك كاينه في لانود سالينا يعني ان هاد لابلاك هادي غتكون هي لانود شكون هي لانود هو النيجاتيف ماشي البوزيتيف الحلال فدا غلطت في الرياكتيف انا قلبتهم تنستبدل انت معليش تنستبدل هذا راه امتحان وطني العام اللي فات بس امتحان وطني بالبيسك شتي فين مشاو اليوم واخا
سمحوا لي غنكتب لي كواسيون اخرى، نكتبوا لي كواسيون اخرى. ماشي ديما بحال هكا، ماشي ديما بحال هكا. كي ما فهمتش انا كي يعني يقدروا يكونوا العكس. ما فهمتش انا، ما فهمتش. نفس لو شيما ويبدلوا مثلا غير هذوك اللي درنا دابا مثلا، ويولي الكاثود هنا والانود الجلا. لا هاد لابي ما يمكنش، لان لابي عندها ما يمكنش حاجه اخرى. لا في حالات اخرين ممكن كل تمرين ونصفه، ما يمكنش انا نعمم ما يكونش. في الحقيقه ما فهمتش اللي يقول. لا زعما واش ديما ملي تكون عندنا بحال هاد الشيما وتكون يعني ديما تيكون الانود هنا والكاثود؟ شوف راه ما فهمتش انت، هنا انت تقولي انا راه بعيد منك كيفاش هنا شنو هو؟ صافي تنطلاقاو تنطلاقاو. لا 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 الكلام خصهم يفهموا، راه يفهموا استاذ. بحال قلت لك الا كان عندنا بحال هاد الفونكسيونمون تماك، وعندك ديما تما الاون بيرميت تما بحال نفس الجوشيما، بدلنا غير هذوك لي رياكتيف. واش بغيتي تقولي بان دائما في الطرف اللي في ليفن تيكون مهم؟ لا ما فهمتك. لا ما كاين ديك الشيء. لا نو سون شتي لو شيما لابي، لو شيما لابي تنتكلم على المونتاج لابي، ما تتكلمش على التمثيل الاصطلاحي لو سان لا كونفونسيونيل. تتكلمش على كونفونسيونيل راه جاي من بعد. في الشيما د لابيل ممكن يكون موا ادروات، ممكن يكون موا اغوش، على حسب التمرين. صافي راه تفاهمنا. سمحوا لي غنقرا التمرين وشوفوا لي اش كاين في لي بون. قالوا لي تناقص كتلة الكترود كروم وتوضع على الكترود الفضة. اسمحوا لي نشوف اخرى. راه قالوا لي هادي هما يقولوا لي كاين واحد التوضع على صفيحة الفضة. هاد الهضرة اش تتعني؟ هاد الهضرة اش تتعني؟ اجي نشرح لكم اش تتعني. شتي هاد لابلاك الاولى ديال السائل من خلال التفاعل اش غيوقع؟ عرفتوا هاد البلاصة هادي؟ هاد لابارتي اللي مخشية هنا، هاد لابارتي اللي مخشية في المحلول، هادو سوسون دي زاتون ديال الكروم. هادو لي زاتون ديال السي ار. كاين اللي غيقول لي استاذ علاش ما خديتيش هادو؟ هاد لابارتي ما داخلاش هنا ما غاديش تفاعل. اش غيوقع لهادو؟ تيبداو يتحيدو لابلاك باش يتحولوا الى ماذا؟ ايونات السي ار 3 بلس. وبالتالي غادي يولي العدد ديال السي ار 3 بلس هنا تيتزاد. هذه العملية غادي تكون مصحوبة بإيميسيون دي زيليكترون. غيمشيو لهنا وغيدوزو لهنا وغادي يهبطو في هاد لابلاك هادي، يهبطو هنا دي زيليكترون. لأن قلتي لي بأن لو كروم غادي يعطينا دي زيليكترون. التوضع اللي غادي يجي هنا، هاد التوضع اللي غادي كاين شي توضع غادي يجيك لهنا، هاد التوضع هذا. قالوا لي كاين توضع على صفيحة أجي. هاد التوضع اللي غيكون هنا اكيد بان غادي تكون عنده واحد لا رياكسيون. كتبوا لي في الشات شكون هو التوضع ديالاش؟ اش من الماده هادي؟ التوضع ديالاش؟ سميو لي التوضع ديالي. اش هي الحاجه اللي توضعت هنا؟ عرفتوا امين الفيدي؟ سميه لي بنتي، سميه لي غالية أج. دابا الإيونات أجي بلس اللي كاينين هنا، شوف هنا كاينين إيونات أجي بلس. هاد الإيونات أجي بلس غيمشيو للصفيحة وغادي يوليو على شكل أجي. معنى غادي تولي عندي ماذا؟ أجي بلس تحولت إلى ماذا؟ أجي. اللي ما فهمش قلنا اش تيوقع هنايا استاذ؟ هنا كاينه لوكسيداسيون غالية. إذا كاينه هنا اوكسيداسيون الشيء الاخر اش غتكون فيها؟ غتكون فيها اون ريدكسيون. اوكسيداسيون انوديك، ريدكسيون كاثوديك. اجيو نكتبو المعادله تاع لا ريدكسيون. شكون اللي غادي تريدوا لا ريدكسيون ديالاش؟ تنقولوا لا ريدكسيون تاع لوكس. شكون الكوبل اللي كاين هنا؟ كاين الكوبل سي ار
3 بلس سير شكون هو الكوبل اللي غيكون هنا؟ غيكون الكوبل اش جي بلس اش جي. قلنا لوكسيداسيون بلوك شكون هو لوكس؟ هو اش جي بلس. اذا غادي يولي اش جي بلس يتحول الى توابو اش جي بلس ان الكترون. هاد اش جي بلس هما هادو، هما هادو اش جي بلس كاينين هنا. اش غيديروا؟ غادي يقطعوا لي زيلكترون اللي جايين هما هادو، وغيتحولوا الى ماذا؟ الى توابو اش جي. معنى مع المرور في العمود اش غيوقع؟ هاد لابارتي دو لابلاك دو كروم تات اوكسيدا تتكال، اما الصفيحه الاخرى ما تتكالش. مع المده تتولي مغطيه بواحد الطبقه تاع الفضه، وتتولي الكتله ديالها تتزاد. هذه لا رياكسيون الثانيه. اذا جبدنا دابا لو بول بوزيتيف و لو بول نيجاتيف. السؤال الثاني، هي الالكترود الذي يلعب دور الانوذ؟ قلت لكم ما كاين حتى مشكل. سمحوا لي غادي نزيد شي اسئله اخرى. إذا قلنا هنا لو بول نيجاتيف و لو بول بوزيتيف، فينا هو الملحد ديال التيار الكهربائي؟ لو كورون تيمشي من بوزيتيف لعند النيجاتيف، و لي زيلكترون تيمشي في لو سونس كونترير من النيجاتيف إلى ماذا؟ إلى البوزيتيف. السؤال جوج، تيبيانا اصطناعية. شوفوا الورقة اللي صيفطت لكم راه فيها التمارين. تيبيانا اصطناعية، تيبيانا اصطلاحية هو لو شيما كونفونسيونيل. لو شيما كونفونسيونيل كنديرو واحد الخطوط هكا، اشنو هادي؟ هي القنطرة الملحية، هو لو بونس الا تنجيو تنديرو فقط غير لي كوبل. شكون اللي ياخد الكلمة يشرح ليا كي غادي ندير نحط لي كوبل؟ يلاه الدراري لي كوبل كي غندير ليهم، شكون اللي ياخد الكلمة؟ الكلمة حال على حال بغيتي حتى دراري. يلا شكون ياخذ الكلمه؟ سير حالا سير الراب ديالك لهذوك اللي عندك على الاخر ياك، شتيهم اج جي بلس و اج جي ياك. غادي اج جي اج جي بلس لحقاش هو الانود. واش هاد انت ديما الانود تيكون في الاسر؟ اه سي تري بيان برافو. اذا دائما ادروات تنديرو لو بوزيتيف، تنديرو لا كاتود في ليزر كاتود ديما، اما في لا غوش تنديرو لو موا وتنديرو لا نوت. ماشي بحال تيبيانا اصطناعية، ماشي تيبيانا العمود. تيبيانا العمود دير هنا موا دير هنا موا ماشي مشكل، ولكن في التمثيل الاصطناعي ضروري خاص يكون بلوس ادروات ناقص اغوش. غنحط لي كوب. شكون هو الكوب اللي كاين في بلوس؟ بلوس كون كاين اج جي اج جي بلوس زايد. شكون اللي غيجي هنا؟ تماك غيجي الاخر سي ار 3 بلوس سي ار 3 بلوس سي ار. لا لا الشيطان والله البلوس. اه لا لا البلوس اه العكس العكس اج جي اج جي بلوس. غادي نديرو اج جي بلوس اج جي، لان البلوس كاينه في اج جي. شكون اللي غادي يجي الجهه الاخرى؟ سي ار سي ار 3 بلوس سي ار. هي هنا اوكسيدون وهذا غير ديفيرون. هنا كاين لوكس وفي ليمن تنديرو لو غيت. الدراري واحد الحاجة، واش ما كاين حتى شي خطأ في التمثيل الصياعي؟ ما كاين حتى خطأ هنا؟ اللي بان ليا شي خطأ يكتبوا ليا في الشات إلا بغيتو تهضروا. ماشي السي ار السي ار بروكس. دائما لو بول نيجاتيف خاصو يكون ما يكونش حدا الايون، خاص لو بول نيجاتيف يكون حدا لو ميتال. تنضطرو نقلبو هاد، خاص دير سي ار هنا سي ار 3 بلس هنا باش لو بول نيجاتيف يكون حدا الميتال. دائما لو موان خاصو يكون حدا الميتال والبلس حدا الميتال، ولكن عداكو هذا راه غادي يبقى لوكسيدون وهذا غادي يبقى ماذا؟ لو ريدكتور. السؤال الثالث،
اكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود والمعادلة الحاصلة أثناء اشتعال العمود. إذا كتبنا جوج معادلات ولكن في الحقيقة راه إذا كافية باش دير الجواب. كافية باش دير بها الجواب. دابا غادي نزيدو التالي والحاصلة. ردوا البال على كاين 3 إلكترون. هذه فيها أن إلكترون غنضربها بشحال؟ في 3 وغادي نجمع. ملي غادي نجمع شنو غتولي عندي؟ غتولي عندي سي إم بلوس كوا. 3 ديال لي زاج جي بلوس 3 جي بلوس. ماذا ستعطي في النواتج؟ هي سي ار 3 بلوس زيد شنو اخر 3 ديال لي زاج. هذه المعادله ليكواسيون جلوبال. و وسمحوا لي داك السؤال الاولاني راه ممكن نجاوبوا عليه بلا ما نديروا معادلات. بلا ما دير معادلات انا نقول لكم كيفاش. لاحظ دابا عاد بان لي انا المعادله في الاخر راه نقدر ما نديرش المعادله ونجاوب عليه. اش غنقول؟ غنقول بان لاماس ديميني. ملي تنقولوا لاماس ديميني دونك سي ار متفاعل. الا كان متفاعل اذا كاينه اون اوكسيداسيون. التفاعل هو اوكسيداسيون. لوكسيداسيون كتكون في ماذا؟ في لانود. اذا هنا غادي يكون في لانود بلا ما نكتب ليهم المعادله. السؤال الموالي علما ان كميه الكهرباء المستعمله 5.79 كولوم. قالوا لي بان سير بحال لابارتي هذه خلينا العمود خدام واحد المده ديال الطاطي بقى خدام. كمية الكهرباء لا كونتيتي ديليكتريسيتي 5.79 كولومب. قال لك حسب لي التغير دلتا ام ديال الالكترود ديال الكروم. يعني قال لك خلينا لابي الخدمات واحد الوقت واحد الوقت وعطاتنا واحد لا كونتيتي ديليكتريسيتي شحال باش تغير في كتلة الصافي هذا الكروم. يعني في الدارجة شحال من غرام مشى لأن الصفيحة هذه اش توقع لها مع المدة تتأكسد يعني لاماس ديالها ديميل. قالك شحال تغيرت لاماس. السؤال اللي مطروح واش كاين شي علاقة بين دلتا ام واي ولا قدر يكون كاين؟ ها سؤال بعقله كيبان ليا كون شفتوا الفيديوهات اللي صيفطيكم الفيديو شوف راكم معذورين مبريسين بالوقت اش عرفت 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 ولكن لا ابرر شتي كون شفتوا الفيديوهات اللي صيفطيكم هذا السؤال راه طيروه. المهم الحمد لله وصل لك لي بوكس عندكم فين تشوفوهم. انا غادي نمشي ندير الجواب ما بغيتش نعطي الكلمه لنفس العنصر اللي تيهضر غادي نمشي نخدم الراس وسمحي لي رنيتيها كيفاش غندير البدايه؟ لان باش ما تقوليش حطنا راه حطنا والو. شكون هي العلاقه باش غنخرجوا كيف؟ العلاقه ديال لا كونتيتي ديال الكتريسيتي شنو هي؟ اي تساوي كي سور كوا سور دلتا تي. انا في بلاصه كوندي ملي غادي نشوف كي عطاوها ليا ملي غادي نشوف كي تعطات اوتوماتيكومون غادي نمشي لهاد لا فورمولات. كيفاش اللعبه هي اللي فيها مزيان؟ دلتا تي ما كاينش ما كايناش ما دايراش في مره ما عطاوهاليش. اي ما كايناش ما عطاوهاش نخلو بعدا هادي لان هاد العلاقه هي اللي فيها خليها انا. دلتا ام تتعرفوا كاملين بان الكتله تتساوي كميه الماده في لاماس مولير. كلشي عارفه يعني لاماس تاع الكروم هي كميه الماده تاع الكروم في لاماس مولير تاع الكروم. وما قالوا لي دلتا غنضرب هذه في دلتا وهذه في دلتا. علاش درت استاذ علاش هذه ما ضربتهاش في دلتا؟ الكتله المونيه ثابته. هنا غتلاحظوا بان حكم الخدمه العقلي انا شفت كي مشيت للعلاقه ديالي شفت دلتا ام مشيت للعلاقه ديال دلتا ام. هذا الشيء خصني نعجنو هذوك العلاقات بجوج خصني نبدا نخير. هذه كاينه في التمرين الناس ملي تيجيبو هاي من طابلو دافونسمون خاص تمشي دير طابلو دافونسمون ضروري. اجيو لهنا نديرو هكا كومسا
كوم سا او غادي بحالك. طابلو دافونسمون في ليطا انيسيال، ليطا انيسيال تي ايكال زيرو، التفاعل مازال ما بداش. الكروم غنسمي كميه الماده الماديه ديالو ان ا. عرفتي شكون هي ان ا؟ هي لا ماس الصفيحه اللي داخله في لاسوليسيون على لا ماس مولير ديالها. ا جي بلس شكون هي؟ هي ما عطاونا والو، سميوها ان دو. سي ا 3 بلس هما هادو ما عطاونا والو، سميوها ان 3. اج جي هي الصفيحه ديال الفضه، سميها ان 4. اج جي واللاطات تي ملي غادي يوقع التفاعل فروسكم، لان قبيله قلنا بان التفاعل تيكون في لوسونس مباشر، لان قبيله قلنا الكروم هو الذي تحول الى سي 3 بلس، واج جي بلس تحولت الى ماذا؟ الى اج جي. معنى ان دائما في دي بي التفاعل تيمشي في الملحه المباشر. صافي ديال الكروم هذا غينقص، غنديرو ان ا موان زيكس كاين كوفيسيون ان، ان دو موان تروا زيكس كاين كوفيسيون تروا. هنا غنديرو ان تروا لان ان تروا كانت كوفيسيون ان بلوس اكس، ان كات بلوس كاتر اكس. شكون يكتب ليا يكتب ليا في الشط من طابلو دافونسمون اشنو هي لا فارياسيون دو لا كونتي ديال ماتيير دو كروم؟ الكروم هو هذا. اشنو هي لا فارياسيون دو لا كونتي ماتيير ديالو بين تي ايكال زيرو و تي؟ كتبوا لي لا فارياسيون شحال، نشوف لي ريبونس اللي جاوني. غير ثلاثة ماشي أربعة، وما هي لك ثلاثة ثلاثة سمحي لي. شكرا شكرا عز. كتبوا لي هذاك التغير، سمحوا لي حالا، قالت لي ماشي ديما صوت ديريكت. حالا يبدو انك ما قاريش الكود. لي بيل تفاعل تيكون ديما في الصوت ديريكت، لان كي ار انيسيال صغير من كا. تشوفي الفيديو بنتي باش ما نطولوش، شوفي الفيديو والتواصل بيناتهم. دراري في طابلو دافونسمون شحال لا فارياسيون دو لا كونتي دو ماتيير تاع الكروم؟ الكروم ها هو، ولكن بيناش بين ليطا انيسيال و لاطا تي شحال ديال الطاعين؟ معلش شكون هي دلتا ان؟ هي كمية المادة فينال ناقص كمية المادة انيسيال. شكون هي كمية المادة فينال ديال هذا؟ ان ا موان زيكس ناقص شكون كمية المادة انيسيال؟ ان ام هاي ان ام موان زيكس موان ان ا غتبقى ليا موان زيكس. اذا التغير هو ناقص اكس. ثانيا امين نكمل. اذا دلتا ام تاع الكروم هي موان زيكس فلاماس مولير تاع الكروم. هما اش قالوا لي؟ خرج دلتا ام خصني نحسب هادشي في المشكل. المشكل اكس خصها تمشي بحال هذا، ولكن خصها تدخل هذه. واحد العلاقه كاينه في الكره في ذلكم، وهي نتمنى انكم تكونوا شفتوها. لا كونتيتي دو ماتيير تاع لي زيلكترون هي اي فوا دلتا تي سور فارادان. وهذه كميه ماده الالكترونات ايضا من انصاف المعادلات هي شي حاجه مضروبه في اكس. عطوني العدد شحال شحال من اكس؟ يلا سيربيو شحال من اكس كاينه؟ يبدو ان الفيديوهات ما شفتو حتى شي حاجه، يبدو انكم ما شفتو والو. 3 اكس كي تندير جيرو يبدو ان الفيديوهات ما تشافوش. غادي نمشيو للايكواسيون الثانيه ا جي بلس.
بلس ان الكترون تعطينا اش جي، هذه فيها 3 هذه فيها 1 غادي نضربوها في 3 باش هنا تولي 3 وتولي هنا 3 وتولي هنا 3 يولي هذا العدد تساوي هذا وتديروا 3 ولكن في اكس هاد اكس دابا ملي نقصني هنا غنجبدوا من هنايا اكس اش غيعطينا اي في دلتا تي قسم على 3 اف خفك المشكل شكون هي اف دلتا تي اي في دلتا تي شكون هي كو اذا غندير كو على 3 اف غنمشي ندخلها غتولي موان حيدوا هاد الاكس من هنا غادي نردو عليها اش كو سور 3 اف فوا لا ماس مولير تاع الكروم كي عطاوها لينا اف كاينه في التمرين لا ماس مولير كاينه في التمرين ونحسب التغير الكلفه. سؤال زوين سؤال زوين ملي غتشوفوا الفيديو غتلقاو حوايج اخرين بهذا الشيء هادشي جديد كان اللي بغى يكتب يكتب باش نزيدكم شي معلومه اخرى أيوة مساعد مستر تفضل أيوة تفضل هاد اللايف غتحطو في اليوتيوب لا لا ما غنحطوش هاد اللايف شوف لي لايف ما تديروش في اليوتيوب لي لايف معاكم ما تديروش في اليوتيوب لا علاش أيوة علاش أيوة علاش ما يديروش الى فهمتي شوف خليك تتواصل معايا في بريفي تتواصل معايا في بريفي لان لي لايف تاني فيديو في اليوتيوب لي لايف ما تديروش اللعوم معاك فهم السميت ديالكم فهمتي فهم السميت بغيت نتفرج فيه على تيساع ونتفرج فيه على تيساع ولا باش تدير تدور راس على دابا اللايفات فهم سميتكم ما تبغيش اللعوم في اليوتيوب اللعوم ديال الناس فهمتي تبغيش نحطو راه لي لايف لي لايف راه ما تديروش في اليوتيوب راه عطيكم لوليا تشوفو نتوما ولكن العموم لا لا فيهم سميتكم تبغيش نقول لا ما بغيتش انا فهمتي صافي ترى عطيك لوليا بوحدك صافي ولكن راه ماشي ما نحطوش العموم ما تديرش عموم في العموم لا ما كاينش شنو السمية ديالكم غادي نعطي اسئلة اخرى يلا تقدر تلوحوني صافي صافي ماشي مشكل يلا ردوا معايا البال غادي نمشي لكم اسئله اخرى صور سيدي دابا صور معنا سيدي بان ان ام اون اكس هما عطاوها ليا اون اكس و ان دو عطاوها ليا في التمرين عطاوني السي في لان هذه ديال اش جي بلس عطاونا التركيز وعطاونا الفي وانا ندير ليها سي في في لقيت مثلا 0.5 مور مثلا هما يقولوا لي هما يقولوا في الحاجه قالوا لي بان ديك لابيل كتعطينا ان كورون كونستون ديال 5 ملي امبير 5 ملي امبير قالوا لي كالكيلي لا كونتيتي ديال الكتريسيتي ماكسيمال يعني اشنو هي اشنو هي لا كونتي ديكتيسيتي كو ماكسيما اللي غتعطي لا بي شكون اللي يقدر يعطيني شي راي بغينا لا كونتيتي ديكتيسيتي ماكسيما كون شفتو الفيديوهات كونتاكتو بهذا السؤال معليش 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 شوفوا معايا كامل الله يرضي عليكم شوف منين تنعطيك انائي وطلع نعطيك انا كي كلكم غتمشوا لا فورميل ديال اي تساوي كي سور دلتا تي كلشي غيدير غتمشيو ديروا هنايا اي اي كونستونت راه كاينه عندي خمسه غتجي هنا دير كي ماكس هنا غدير دلتا تي ماكس شكون هي دلتا تي ماكس هي المده القصويه باش العمود خدام هذيك المده القصويه ما عرفتها لكش في التمرين هذه مجهولات هذه ما عنديش طريقة ما خدامش طريقة ما نخدمو بيها استاذ راه غيكون عاطيك شي كوب
لا ما كاينش لاكورب، لاكورب انا جاي ليها. كاينين جوج علاقات ديال لا كونتيتي دو ماتيير، كاينه اف ديال طابتي سيغ فاراداي هي كي سيغ فاراداي، ها هي هادي لا كونتيتي دو ماتيير دان لي زيلكترون هي اي فوا دلتا تي سيغ فاراداي، وشكون اف دلتا تي هي كي سيغ فاراداي. انا كتبتها. كاينه وحده اخرى اللي فيها هذوك لي زيكس، هي ترواز اكس. من تما غادي نشدو هادي، غتعطينا كي هي 3 اكس اف. انا باغي كي ماكس، هنا غادي ندير ماذا؟ اكس ماكس. منين غادي نجيب اكس ماكس؟ طب دافونسمون، بما ان هذا اون اكس وهنا كينيه الماده هي 0.5، كتبوا لي في الشرط شحال لا فالور تاع اكس ماكس. شحال اكس ماكس؟ شحال؟ معليش عندك تقول لي 0.5، كاين كونفيسيون 3، اكس ماكس هي 0.5 سو 3، غتعطينا 0.5 سو 3. عوضوها هنا ضرب في 3 ضرب في فاراداي، وجب لي سيدي كي ماكس. وصلت السؤال الاخر، منين غادي تلقاو كي ماكس؟ غيقول لك اعطيني المده القصويه ديال الاشتغال دلتا تي ماكس. دلتا تي ماكس شنو هي؟ كي ماكس على اي، غتعطينا كي ماكس ديفيزي بار اي. كي ماكس راك حسبتيها اي كاينه في التمرين، وغتلقى لي لا فالور دو دلتا تي ماكس. والسؤال اللي ربما حتى شي واحد فيكم ما تنتظروا تطرحوا، هو كالكولي لو طو دافونسومون في ناطو دو لابيل. شكون اللي عمرو خدم شي تمرين ديال لي بيل وفي اطو؟ اكتب لي انا. ايوا طو في لي بيل، يلا كتبوا لي كتبوا لي. انا جاي انا جاي. اللي عمرو خدم شي تمرين اللي عمرو خدم شي تمرين فيه طوف لي بيل، اكتب لي موا. امينه لا طوف لي بيل. يلا انا جاي واحد ثانيه. طوف لي بيل
استاذ راه ما تنسمعوك، شرا شي واحد ماشي يسمعك. سمعوني كيف الصوت؟ هل يوجد الصوت دابا مزيان؟ وي سمحوا لي غادي نعاود لكم. شوف باش تسمعوني. وي شكون هي طو اكس فينال على اكس ماكس؟ اكس ماكس لقيناها قبيله 0.5 على 3، بقات ليا اكس فينال. اكس فينال تيعطيونا في التمارين لا كونستون ديكيليبر كا، راه ملي غتجي لابيل راه غادي تلقى تيعطيكم لا فالور ديال كا. غادي نمشيو لكا وغنكتبوها من ليكواسيون. شكون هي؟ تنكتبو الفوق لي برودوي، غادي ندير سي 3 بلس، ولكن ما غاديش ندير اش دي. علاش؟ سي تان سوليد ما تيكونش كا. غادي ندير لا كونسونطراسيون ديال سي 3 بلس، هي هادي على بيسونس ان. في المقام هذا سي طون سوليد ما غيتكتبش، غادي ندير لا كونسونطراسيون ديال من اج جي بلس، ولكن على بيسونس كوفيسيون 3 هي هاد. شكون هي لا كونسونطراسيون؟ ان سور في. شكون هي لا كونتي ديال ماتير تاع سي 3 بلس؟ ها هو، ولكن في ليطا فينال هنا غتكون ان 3 بلس اكس فينال. هاي قسم على لو فولين ديال هاد لا سوليسيون. هاد لا سوليسيون هادي بوحدها لو فولين في فيديو. هاي شكون هي كمية المادة تاع جي بلس اللي طا فينال؟ جي بلس هي عرفتو لتحت، غتلقى ان دو ناقص ثلاثة اكس فينال. هاي قسم على لو فولين ديال جي بلس بوحدو على بيسونس 3. كان عندي في التمرين ان 3 تكون في التمرين فيديو غادي يعطيوها ليا، غديروا جدا الوسطين طرفي كاينه تمارين شويه باش تحسبوا اكس فينال. سير عرضها هنا وتلقى لا فالور ديالها، فيها الخدمه شويه خاصها. شكون اللي غادي يخليها قاصحه في الخدمه؟ هو داك لا بيسونس 3. هذيك لا بيسونس 3 اللي كاينه هنا، هاد لا بيسونس 3 هي اللي غتخليها تعقد شويه، لان ملي غترفع اس 3 هذه تنوجهها للعلوم الرياضيه، غتولي معادله مضاربه من لا بيسونس 3 بحال اكس 3 زائد 2 اكس كاري زائد زائد. هما راه تيعرفوا الطريقه باش يحسبوها، هذا هو اللي كاين. تيبان لي دابا راه 11 من اسماعيل، بارك عليكم. انا تنقول شوف سمعوا مزيان، سمعوا مزيان الله يرضيكم. غادي تشوفوا الفيديو ديالكم، غادي تشوفوا جوج فيديوهات اخرين صيفطهم لكم ديال التمارين، زيد عليهم هذا وزيد عليهم هذا، وغادي نصور لكم شي تمارين، شي تمارين قلال من الامتحانات الوطنيه اللي دازو لي دو كاليتي، كاليتي ماشي غير لي كاليتي. وغادي نصيفط لكم لي ريبونس ديالهم. الامتحانات الوطنية كل امتحان فيه 3 كيستيون 4 كيستيون 3 كي بحال ديال اليوم فيه 3 أسئلة، ولكن كاليتي. غادي نصيفط لكم داكشي بكاليتي بلي ريبونس ديالو، وكونوا رجال، كونوا رجال، صافي تكونوا رجال.